أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها قدمت تحذيرا مباشرا للحريري حول حياته، خصوصا وأن المسألة تتعلق بيومين سابقين، وفي هذين اليومين فهي المحاولة 13 أو 14 التي قدم فيها الحريري حكومته إلى عون، لكن عون رفض لسبب بسيط، هو مشكلة التمثيل المسيحي وأن ست زائد الطشناق الأرميني المسيحي، وهذا الذي يعتبره بمثابة حفاظ على أصول الجمهورية الأولى للبنان، خصوصا وأن التفكير اليوم في الانتقال إلى جمهورية ثانية وغير سياسية، حكومة غير سياسية وغير طائفية، هو الأساس بالنسبة لهذه الانتقالة. فالفرنسي الذي صنع النظام الأول هو الذي قد يهندس النظام الثاني والجمهورية الثانية في لبنان، وهذا ما يتخوف منه عون، ويقول بالتمسك بالأصول، فقد حول الأعراف إلى أصول، رغم أن روتس يختلف جدا على مفهوم العرف أو الكاستمز وإلى آخره، يعني أن الأعراف تحولت إلى أصول في الخطاب، في خطاب عون. إذن العملية حاليا هي بين الوصول إلى جمهورية ثانية يحاول الفرنسي أن يهندسها في مقابل الجمهورية الأولى التي انتهت عند في التقييمات، خصوصا إيميه، خصوصا أمام مدير المخابرات الخارجية الفرنسية، فإنه يعتقد بموت الجمهورية الأولى. والسعي الآن بين بايدن وما بين ماكرون والوصول إلى أن يعمل بايدن من خلال الانتخابات القادمة في العراق على ما يسمى بالجمهورية الثانية بالنسبة للعراق، وهي حقيقة الجمهورية الثالثة، جمهورية ما قبل 2003 وجمهورية ما بين 2003 وإلى الآن، ثم ما بعد الآن، ما بعد الانتخابات القادمة. هذا هو التفسير الذي يمكن أن يعطي حقيقة ميلاد جمهوريتين، الجمهورية الثانية في لبنان، وهناك جمهورية أيضا يحاول بايدن إنتاجها في العراق. لماذا لا، وهو يرى أن أفغانستان أيضا يمكن أن يحقق فيها مثل هذا التحول، لكن طالبان يرفض هذا تماما، كما يرفض الكثيرون في العراق والإيرانيون مثل هذه المعادلة الجديدة أو صناعة جمهورية جديدة. وبالنسبة لعون فإنه يدافع على الأعراف أو ما يسمى بالأصول لحماية الدستور الحالي دون أن ينبثق منه أي تحول إلى جمهورية ثانية. وتلقى ماكرون التمويل من جهتين، أولا بالنسبة للنقد والبنك الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، فإنها يمكن أن تضع حزمة 10 ملايير في لبنان. أيضا بالنسبة للسعودية والإمارات التي قال عنهما الحريري بالمصالحة العميقة، وهو يعني مباشرة هذا التحول الذي جرى ما بعد اتفاقيات أبراهام، أن يكون التحول أيضا بهذا الاتجاه. إذن القفزة قفزة على الجمهورية بشكل كامل، وأيضا على نظام الجمهورية، وأيضا على النظام البنكي والمالي عبر هذه الحكومة القريبة من فرنسا. المسألة بالنسبة إليه لا تمثل أي تأثير لباريس أو أي تبعية لباريس، رغم أن ماكرون حدد لبنان بكل تفاصيله، يعني حتى الملف المالي مدروس في باريس، لكن الجميع رفض من حددته السفير اللبناني السابق في ألمانيا، ورفض لسبب بسيط، هو أنه كان بدون إرث وبدون تمثيل طائفي. اليوم هناك الحريري الذي يرغب في إنقاذ اقتصاد لبنان وليس سياسة لبنان أو نظامه. اليوم هناك خيار صعب الغرب يضعه أمام اللبنانيين، هو بين إنقاذ النظام وما بين إنقاذ الاقتصاد، ولا يمكن إنقاذهما معا. لذلك فهذه الضغوط الحالية هي بهذا الاتجاه.
الضغط لا يتوقف عند الفرنسي وأيضا التمويل السعودي الإماراتي المهدد بذهاب، في حال ذهاب الحريري فإن المسألة ستصبح على الحافة، نحن أمام الكل يلعب على الحافة، لا عون ولا الحريري ولا غيره، الكل يلعب ولا يريد الانزلاق، وهناك إمكانية الانزلاق في أي حالة، خصوصا وأن القراءة الأمريكية تعتقد بأن أسلوب الاغتيالات عاد إلى لبنان، وهذا الذي سينتقل إلى الحريري تماما كما كان في السابق. ومجرد القول بهذا السيناريو سيعني مباشرة أننا أمام تأهيل محتمل لمثل هذا السيناريو. وهذا المخيف هو أن الذي صرب وحذر قد يكون وراء نفس العملية نفسها، لأن حادث الاغتيالات أو عودة الاغتيالات هذا أسلوب ضمن أساليب يمكن أن يسخر فيها طرف أو من هذا الاتجاه أو ذاك، لكن الهدف الاستراتيجي لديه أبعاد أخرى. إذا لبنان مهدد، متوتر داخليا وموتور داخليا وأيضا إقليميا، نضيف إلى ذلك هذا الضغط الجاري أيضا بالنسبة لإيران، وأمام حالة ما قبل الاشتباك أو في حالة الاشتباك لا عند الحوثي ولا في لبنان بإزالة الدرون وخطر الدرون من السماوات اللبنانية، وعدم السماح للطائرات لا للآف 35 من صور ولا الآف 16 من طرابلس بقصف سوريا. إذن هناك محاولة لعزل أن تكون الأجواء اللبنانية مصدر تهديد لسوريا، هذا تطور. التطور الثاني عبر الدرونات. إذن وإزالة هذا السلاح من المعادلة، يعني أن هناك تغيير في قواعد الاشتباك، هناك أيضا تغيير في قواعد تسمية الحكومات باتجاه هذه الحكومة التكنوقراطية التي لن تعطينا حكومة سياسية بعدها. يمكن للبناني أن يرتاح في هذه القفزة بحيث أن لا يكون الوزراء مسيسين وأنهم مختصصين، وهذا قد يجيب على جزء من الجمهور، يبقى هذا الأمر خارج عن النظام الأول، فلا لبنان ينتقل إلى نظام أو جمهورية ثانية ولا هو ملتزم بالجمهوريات الأولى، وهذا خطير في عملية التحول وفي تغيير القواعد، قواعد الاشتباك من جهة وأيضا قواعد الحكم من جهة ثانية. هذه عملية، خصوصا وأن ماكرون لديه ميزانيات مباشرة وواضحة موجهة إلى لبنان، هذه مؤكدة، يعني أن فيه الميزانية كلها وكل المشاريع وغيرها كلها مدروسة بشكل جيد من طرف الفرنسي. إذن العملية في قواعد الاشتباك تغيير، في قواعد الحكم تغيير، في بداية ما يسمى بمسلسل الاغتيالات بدأ، وهذا الذي قد يسبب كوارث قادمة بالنسبة لا للنظام الأمني ولا لرجالات للسياسة وجهاء طائفيين. إذن العملية اليوم فيها تغييرات صعبة، الكل يستثمر في اللبننة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خصوصا وأن الكل يريد الإجابة عن الاقتصاد، لكن يريد ثمنا سياسيا لمساعدة لبنان، ثمن سياسي لحل اقتصادي على أساس أن يكون هناك تغيير سياسي. وهذا الربط هو ربط صعب يرفضه عون، لأنه يريد التمثيل المسيحي، لأن أي تحرير لصندوق الاقتراع والأخذ بهذه العملية فإن الكل في لبنان سيتغير، ولن يحافظ المسيحيون على عودهم ومناصبهم التقليدية، وهذا واضح في أي رؤية للهندسة السياسية مع السكانية. فهذا الذي يعطي بشكل مباشر وضوحا بأن هناك أولا أن التحذير أتى من قبرص، هذا للعلم فقط، فإن من قبرص، وأن هذه الإشارات تحولت إلى الأمريكيين واعتبروها على أنها تحذير لما قد يقع في لبنان. وبالنسبة لرئيس الحكومة المكلف فهو إلى حدود اللحظة قابل لهذا التهديد الذي يريد الجميع ألا يكون، وإلا ستكون كارثة. لذلك فبالنسبة للبنان
سيرى صعوبات أكبر، خصوصا بالنسبة لمخابراته العسكرية التي لديها ثقل أكبر بالتعاون وبالمفاوضة حول الحدود البحرية مع إسرائيل، وبالنسبة للبعثة الأممية في الجنوب وغير ذلك. الكل الآن تحت ضغوط كبيرة جدا، خصوصا وأن الجيش تحت الضغط، المقاومة تحت الضغط أيضا من إسرائيل، وأمام مطالب لتصعيد للشباك مع إدارة بايدن، الشباك السياسي مع إدارة بايدن. وإدارة بايدن يحاول تنفيس هذا الوضع من خلال لبنان بشيء ما صعب ويذكر بالحرير الأب. هذه زاوية، والزاوية الثانية محاولة إلصاق الغرب الإرهاب كما يريد الإسرائيلي لإيران، وهذا مهم جدا بالنسبة إليها. لذلك فالتركيز اليوم دائم حول هذه النقطة تحديدا، بحيث أن بايدن يرغب في مكافحة الإرهاب. وعندما نذكر مكافحة الإرهاب فالكل يتجه نحو أسماء معينة وكيانات معروفة، لكن الآن يحاول الإيراني الذي فشل في عملية نيودله التي قالت فيها جيروزاليم بوست بشكل واضح بأن الذي عمل العملية جماعة قريبة من إيران، وكان مهما جدا لهذا المحور نيودله تل أبيب أن تكون هذه العمليات موجهة ضد إيران ولتسمية إيران بالإرهاب. لكن أي عملية كبرى في لبنان سيكون فيها مباشرة ربط الملف الماضي بالملف الحالي، وهذا الذي يجب التحذير منه. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.